إذن استمرارية الدالة عند قيمة أ. تعريف: ف دالة معرفة على مجال دي، و أ عدد حقيقي حيث أ ينتمي إلى دي. ف دالة مستمرة عند أ، معناه نهاية ف لإكس لما إكس يؤول إلى أ تساوي ف لأ. ثانيا استمرارية الدالة على مجال. تعريف: ف دالة مستمرة على مجال دي، معناه أنها مستمرة عند كل عدد حقيقي من دي. ملاحظات: استمرار دالة عند عدد معناه استمرارها عنده من اليمين ومن اليسار. مثلا في دالة الجزء الصحيح التي رأيناها في النشاط، هي ليست مستمرة لأنها مستمرة على اليمين وليست مستمرة على اليسار، وبالتالي فهي ليست مستمرة. F مستمرة على مجال D من R، معناه يمكن إنشاء تمثيلها البياني دون رفع القلم كما رأينا في النشاط. خواص: إذا كانت F و G دالتين مستمرتين على مجال D، فإن الدوال F زائد G، F في G و K في F، حيث K عدد حقيقي مستمر على D. وإذا كانت G غير معدومة على D، فإن F على G مستمر على D. الدوال كثيرات الحدود مستمر على R. خاصية ثالثة: الدوال الناطقة مستمر على كل مجال من مجالات تعريفها. خاصية رابعة: الدالتان سينوس X و كوس X مستمرتان على R. الخاصية الخامسة: إذا كانت F مستمرة عند A وكانت جي مستمرة عند F لأ، فإن الدالة جي تركيب F مستمرة عند A. تطبيق: F لX يساوي X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد لما X لا يساوي الواحد، وF لX تساوي 2 إذا كان X يساوي الواحد. لدينا مجموعة تعريف الدالة F هي R. السؤال: أدرس استمرارية F عند واحد. السؤال الثاني: F لX يساوي X مربع زائد X لما X ينتمي إلى المجال ناقص 2 واحد، و F لX تساوي X ناقص واحد لما X ينتمي إلى المجال واحد 4. أدرس استمرارية F عند القيمة واحد. الحل: الآن لدراسة استمرارية الدالة F عند القيمة واحد، نقوم بحساب النهاية عند العدد واحد. لدينا نهاية F لX لما X يؤول إلى الواحد تساوي نهاية X مربع ناقص واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الواحد. هنا لو نقوم بالتعويض بالواحد، نجد واحد مربع ناقص واحد يساوي الصفر على واحد ناقص واحد يساوي الصفر. إذن صفر على صفر حالة عدم التعيين. لإزالتها نقوم باستخدام طريقة الاختزال. لدينا X مربع ناقص واحد يساوي X ناقص واحد في X زائد واحد، متطابقة شهيرة على المقام يبقى كما هو X ناقص واحد. نختزل X ناقص واحد مع X ناقص واحد، تصبح نهاية F لX لما X يؤول إلى الواحد تساوي نهاية X زائد واحد لما X يؤول إلى الواحد وتساوي 2. ولدينا F لواحد يساوي 2، إذن F مستمرة عند الواحد. لماذا؟ لأن نهاية F لX لما X يؤول إلى الواحد تساوي F لواحد وتساوي 2. بالنسبة للسؤال الثاني: لدينا F لX تساوي X مربع زائد X لما X ينتمي إلى المجال ناقص 2 واحد، و F لX تساوي X ناقص واحد لما X ينتمي إلى المجال واحد 4. الآن لدراسة استمرارية هذه الدالة عند القيمة واحد، نحسب نهاية F لX لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل، حيث لما X يؤول إلى واحد بقيم أقل F لX يساوي X مربع زائد X. إذن نهاية F لX لما X يؤول إلى الواحد بقيم أقل تساوي نهاية X مربع زائد X
لما إكس يقول إل واحد بقيم أقل وتساوي واحد مربع زائد واحد وتساوي اثنان. الآن لما إكس يقول إلى الواحد بقيم أكبر أف لإكس يساوي إكس ناقص واحد. إذن نهاية أف لإكس لما إكس يقول إلى الواحد بقيم أكبر تساوي نهاية إكس ناقص واحد لما إكس يقول إلى الواحد بقيم أكبر وتساوي الصفر. لاحظ أن النهاية على اليسار لا تساوي النهاية على اليمين، أي أن أف ليس لها نهاية عند الواحد. إذن دالة أف ليست مستمرة عند